بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشويحية مسقط رأسي، بلد الخيرات والنعم، يوجد فيها العديد من أنواع البقوليات المستهلكة عادة في نظامنا الغذائي، مثل الفاصوليا، اللوبيا، العدس، الفول والخضر بأنواعها، بالإضافة إلى الفواكه. وحياة ما خلق الله في الأرض يتوقف على الماء، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ أفلا يصدقون؟ وأن هذه البقوليات والقطاني تشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة. يقول الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم أيها الناس ولأنعامكم وبهائمكم. وصب الماء يكون من السماء، أي ينزل من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنتم أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون؟ وصبه على الأرض، وعلى الأرض صبا لسقي الأرض، ينزل يسقى به الأرض، تسقى به الأرض، وبعد صبه تتفطر الأرض بقدرة الخالق. ثم شققنا الأرض شقا، وحينما تتفطر الأرض فيخرج منها النبات يشمل الحبوب والقطاني وما يأكله الإنسان وما يتغذى به الحيوان. فإذا غار الماء في الأرض لا يأتي به إلا الله. قل إن أصبح ماؤكم، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا ذهب الماء في الأرض فمن يأتي به ومن يرجعه إلى مكانه الأصلي؟ يكون قريبا من الإنسان فيستعمله، فلا بد للإنسان أن يعود إلى الله ويوحد الله ويطيع الله. لا بد للإنسان أن يؤدي حق الله، حقوق الله. فإذا حافظنا على حقوق الله وأدينا حقوق الله وآمنا به، فالله عز وجل يرحمنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم ارحمنا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. يا رب ارحمنا.